أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى دعم المجلس لكل ما ورد في الخطاب السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وسعي المجلس للعمل بكل إمكاناته جنبا إلى جنب مع مجلس النواب الموقر والحكومة الموقرة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وتوجهاتها بالمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت مساء اليوم بعد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي. وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى، أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح يؤكد على دعمها المتواصل للسلطة التشريعية كشريك في مسؤولية الوطن وبنائه ونهضته. وبين معاليه تطلع الجميع بكل اهتمام مع بداية كل دور انعقاد إلى الخطاب السامي لجلالة العاهل المفدى حفظه الله وما يحويه من مضامين مهمة تتناول الشأنين الداخلي والخارجي وخطط طموحة تهدف إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه.